السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلابي الكرام في الدرس الأول الوحدة الخامسة. طبعا راح نأخذ بهذا الدرس إن شاء الله النص السماعي الأول. مدام مادموزيل ميسيو بونجور، سيداتي آنساتي سادتي مرحبا. إتيل بوسيبل دو فيفر سان ميديا، هل يمكن العيش فيفر سان ميديا بدون وسائل الإعلام؟ Peut-être que oui. لربما نعم. Si on vivait une autre époque. لو أننا كنا نعيش في عصر آخر. Mais, لكن. Aujourd'hui, اليوم, les médias, وسائل الإعلام se présentent. تقدم نفسها comme les principales sources. كموارد رئيسية d'information للمعلومات. Pour tout le monde. بالنسبة لجميع الناس. سورتو بشكل خاص pour faire des recherches. للقيام بالأبحاث dans tous les domaines. في كل المجالات. Ils sont هي pratiquement عمليا inséparable. عمليا ملازمة de la vie quotidienne. للحياة اليومية. إذن في هذه الفقرة نتكلم عن أهمية الميديا وسائل الإعلام، لميديا وسائل الإعلام طبعا في لجور في الأيام في دال لافي كوتيديان، في الحياة اليومية. طبعا وسائل الإعلام التي تعتبر برانسيبال سورس، موارد رئيسية دانفورماسيون للمعلومات، موارد رئيسية للمعلومات. طبعا أيضا تعتبر وسائل ضرورية للقيام بريشيرش بأبحاث دان تو لي دومين، في كل المجالات، يعني في المجالات المختلفة، مجالات المختلفة في العلوم كافة. Ils sont pratiquement inséparables. طبعا فهي ملازمة للحياة دو لافي كوتيديان، للحياة اليومية. نبدأ بالفقرة الثانية. دو نو جور، في أيامنا، رار سون لي فامي، نادرة هي العائلات qui n'ont pas d'appareil، التي ليس لديها أجهزة permettant تسمح l'accès بالوصول à l'information، للمعلومات. طبعا في العصر هذا أكيد نعرف أنه صار لدينا الكثير من وسائل الإعلام والتواصل، تمام، للتوصل إلى المعلومة بكل يسر وسهولة. ومينيمم على الأقل إن فامي، العائلة بوسيت، تمتلك إن تلفزيون وإن راديو، على الأقل العائلة تمتلك تلفاز أو مذياع. et un ordinateur avec accès à l'internet. إذن وأيضا لديها، ممكن أن يكون لديها ordinateur، حاسوب، avec مع accès، وصول à internet، للإنترنت. بريزون، متواجدة dans notre vie sociale، في حياتنا الاجتماعية. وهنا نقصد لميديا وسائل الإعلام، متواجدة في حياتنا الاجتماعية. لميديا وسائل الإعلام change، تغير également كذلك notre comportement، تصرفنا داشا، في الشراء. يعني لوسائل الإعلام دور في تصرفاتنا في الشراء. نحن نتأثر بالإعلانات الموجودة على وسائل الإعلام لشراء بعض المواد. سنبدأ بالفقرة التالية. In statistique récente montre علم الإحصاء الحديث يظهر que l'utilisation du mobile، بأن استخدام الهاتف الموبايل est en plein développement، هو بتطور كبير. ainsi كذلك إلى augmenté، ازداد الاستخدام، يعني de عن 78% 78% en 2017، في عام 2017. alors que بينما 17% 17 دي فرنسي، من الفرنسيين، possédaient، كانوا يمتلكون ان تليفون موبيل en 2011، هاتف محمول في عام 2011. إذن نلاحظ هنا التفاوت بالنسبة من بين 2011 و 2017. 2011 كان نسبة الفرنسيين 17%، بينما عام 2017، من 3 سنوات تقريبا من هذا التاريخ، نسبة الفرنسيين 78%.
78%. Les Français sont nombreux. الفرنسيون عديدون كثر هم كثر. أوتيليزي الذين يستخدمون كوتيديان مو بشكل يومي. لو تليفون موبيل الهاتف المحمول. 75% en 2017. 75% في عام 2017 كونتريرمو بشكل معاكس الأورديناتور للحاسوب كيا ديمينيي الذي قل استخدامه دوبوي 2014 منذ عام 2014. إذن الفرنسيين كثر الذين يستخدمون بشكل يومي الهاتف المحمول 75% يعني في 2017 بشكل معاكس للحاسوب. يعني استخدام هنا الفقرة تشرح أنه استخدام الهاتف المحمول هو يعني أكثر أصبح أكثر من استخدام أورديناتور الحاسوب. استخدام الهاتف المحمول أكثر من استخدام الأورديناتور الحاسوب كيا ديمينيي. طبعا هذه مفردة هامة. ديمينيي الذي تقلص بالمقارنة تقلص من دوبوي 2014 منذ عام 2014 بعد ما صار الهاتف المحمول متداول ومتاح بور تو الموند بالنسبة لجميع الناس. يعني على كيستيون ردا على السؤال كيل كويب مو اوتيليزيفو تستخدمو اي تجهيز تستخدمونه لبوسوفان غالبا بور فو كونكتي من اجل ان تتصلوا انترنت. اذا هنا سؤال طرح على الفرنسيين اي جهاز تستخدمونه في الغالب من اجل ان تصلوا او تتصلوا بالانترنت. لا ماجوريتي دي فرونسي مجمل الفرنسيين ريبوند اجابوا. اذا لا ماجوريتي بمعنى مجمل الفرنسيين اغلب الفرنسيين اللي اجابوا لو موبيل الموبايل. سي ان سي انه كذلك كون 2017 في عام 2017 42% دي فرونسي يعني 42% بورسون بالمئة دي فرنسيين الفرنسيين اوتيليز لو بورتابل يستخدمون هاتفهم بور سو كونكتي من اجل الاتصال انترنت بالانترنت. يعني هذه النسبه الاغلب يستخدمون الهاتف المحمول كرمال يتصلوا انترنت بالانترنت. كونتر بالمقابل 38% بالمقابل في نسبه 38 النسبه المتبقيه يعني كي بريفير الذين يفضلون الاورديناتور الحاسوب الذين يفضلون استخدام الحاسوب للاتصال بالانترنت. اذا النسبة اللي متبقية اللي هي 38% يفضلون يستخدمون الحاسوب للاتصال بالانترنت. اذا هذا نص سماعي. طبعا في السابق ارسلنا او نزلنا على القناة انه مقطع فيه حوالي 30 كلمة عن النص السماعي. تمام. ويوجد كلمات اضافية طبعا راح ننزلها في الأيام القادمة إن شاء الله. تابعونا على القناة عن كلمات تخص النص السماعي وتخص الوحدة الأولى. طبعا في عندنا بعض الأسئلة التي سنقرأها. دونك لو دوكومون إيه الوثيقة هي A une conversation نقاش une présentation تقديم une lettre رسالة مقروءة. إذن هذه الوثيقة هل هي نقاش هل هي تقديم أم هي رسالة مقروءة؟ طبعا الإجابة هي ب تقديم. هي تقديم لموضوع إن بريزنتاسيون بور لي ميديا بالنسبة لوسائل الإعلام دان لوموند في العالم. السؤال الثاني لو تين دو دوكومون اي لامبورطونس موضوع الوثيقة هو أهمية أ دو لا تيليفزيون دان نوتر في التلفاز في حياتنا ب دو لا راديو دان نوتر في المذياع في حياتنا C du mobile de l'ordinateur de l'internet de la télé de la radio dans notre vie. وسائل الإعلام كافة يعني الموبايل والحاسوب والإنترنت والتلفاز والمذياع في حياتنا. إذن الإجابة الصحيحة هي الإجابة C. طبعا دان كل بي في أي بلد أقيمت هذه الدراسة. من خلال الرجوع للنص نرى النسب تتحدث مثل هذه النسبة 17 في عام 2017 كانت النسبة 17% من الديفرانسي الفرنسيين وهنا 78. إذن اون فرانس. إذن إجابة هذا السؤال اون فرانس في فرنسا. ف
في أي بلد أقيمت أو أنجزت هذه الدراسة en France في فرنسا؟ السؤال الرابع، observe لاحظ le graphique الصور، طبعا الصور هنا. Répond وأجب vrai ou faux الصور للنسب واستخدام الهاتف المحمول، تمام، وأجب على الأسئلة التالية. Les médias وسائل الإعلام، c'est إنها الانترنت، الانترنت، le mobile الموبايل، l'ordinateur الحاسوب، la télé التلفاز، et la radio والميديا. طبعا الإجابة vrai، صح. السؤال الثاني، en France في فرنسا en 2017 في عام 2017 l'utilisation du mobile استخدام الموبايل a diminué. طبعا الإجابة هنا خطأ. إذا عدنا للنص في 2017 النسبة 78%، أما في عام 2011 كانت النسبة 17، فالنسبة هنا زادت عن النسبة السابقة حوالي 60%، بورسون حوالي 60% نسبة زادت. وهنا كلمة diminuer وهنا هي كلمة هامة، au contraire عكس augmenter كلمة ازدادة. السؤال سي، la majorité des Français utilisent l'ordinateur pour se connecter à internet. مجمل الفرنسيين يستخدمون الحاسوب للاتصال بالانترنت، يستخدمون الحاسوب، اغلب الفرنسيين يستخدمون الحاسوب. اذا عدنا للنص سنرى انه في الفقرات الأخيرة تكلمنا انه النسبة العظمى من الفرنسيين اللي هي النسبة 42% يستخدمون الموبايل للاتصال بالانترنت، بينما 38 يفضلون الحاسوب. إذا الإجابة هنا خطأ، الإجابة سي خطأ. عدنا الجملة دي، سي ديرنييرز اني في السنوات الماضية أو الأخيرة لوتيليزاسيون دو موبيل استخدام الهاتف المحمول اي اون بلين ديفلوبمون تطور بشكل كبير. طبعا اكزاكتومون بالضبط هذا الكلام واضح في السنوات الماضية. إذا عدنا للنص نتأكد أنه هذا الكلام إذا دقيق، إذا فري الإجابة صح، النسبة مرتفعة حتى نسبة الفرنسيين من 11 إلى في 2011 وفي 2017. لميديا وسائل الإعلام، السؤال لميديا وسائل الإعلام نصون بلو امبورتون ليست مهمة أو ليست منتشرة، ممكن هذا هذه الكلمة الصفة امبورتون أحيانا تعني منتشرة. نوتر كوتيديان في أيامنا، وسائل الإعلام هل هي ليست منتشرة؟ أو كونترير على العكس؟ إذا الإجابة فو، إذا عدنا للنص نتأكد أنه وسائل الإعلام منتشرة، وأكبر دليل أنه الهاتف المحمول ازدادت النسبة حسب دراستنا للنص، أنه الهاتف المحمول ازدادت نسبة استخدامه عن السابق. الميديا وسائل الإعلام سون لي برانسيبال سورس دانفورماسيون هي المصادر الرئيسية للمعلومات. طبعا سيفري هذا صحيح، الإجابة صح. في عندنا السؤال الخامس، كومبليت لي فراز اونوتيليز اكملوا الجمل مستخدمين لفيرب الافعال اي اكسبريسيون سويفانت والتعابير التالية. كونتريرمو بشكل معاكس، ماجوريتي مجمل، بار كونتر بالمقابل، ديمينيو قلة، سو كونيكتي الاتصال. نقرا هذه الفقرة، اون 2018 في عام 2000 و18 لوتيليزاسيون دو بورتابل استخدام الهاتف المحمول اوغمونت ازداده. طبعا هنا في الفراغ نضع بار كونتر بالمقابل، لوتيليزاسيون دو لورديناتور استخدام الهاتف المحمول، هنا نضع الاجابه ديميني قله، استخدام ديزولي استخدام الحاسوب لورديناتور ديميني قله. نذهب الى الفقره بعدها، فراغ ديجون الناس يستخدمون الهاتف المحمول، هنا نضع كلمة ماجوريتي مجمل، لا ماجوريتي مجمل ديجون الناس اوتيليز يفضلون لو بورتابل الهاتف المحمول. لماذا يفضلون الهاتف المحمول؟ بور من اجل سو كونيكتي الاتصال، من اجل الاتصال على الانترنت بالانترنت. الفراغ الاخير متبقية كلمة واحدة، كونتريرمو
بشكل معاكس الأورديناتور للحاسوب دون لوتيليزاسيون أدومينيي الذي قل استخدامه دوبوي 2014 منذ عام 2014. دونك في سؤال أخير أتمنى بالتعليقات الإجابة على هذا السؤال. Je donne mon avis, أعطي رأيي. Quels sont les médias que tu consultes le plus souvent? ما هي وسائل الإعلام التي تستشيرونها غالبا؟ بوركوا ولماذا؟ إذن هنا السؤال، ما هي الوسائل التي نستخدمها مثلا للبحث، للتوصل للمعلومات، داكوغ؟ بوركوا ولماذا؟ ليش أنه اخترنا أي وسيلة؟ مثلا لماذا أختار الهاتف المحمول حسب دراستنا للنص؟ لماذا أختار الحاسوب؟ أيهما أكثر انتشارا؟ هذا الكلام يساعدني في الإجابة على هذا السؤال. بالتوفيق طلابي الكرام، سامحونا إذ كان في طبعا بعض الأخطاء أو بسبب السرعة. إذا كان في أي سؤال أو اقتراح نرجو منكم إرساله بالتعليقات. بون شانس، موفقين إن شاء الله.